أهلا بكم في بانوراما هذا اليوم، وهذه جولة جديدة على الأخبار. ليس محط دهشة أو محل استغراب هو تفضيل الإسرائيليين للإنعزال عن كل ما هو عربي في البلاد في ظل تعبئة إعلامية وسياسية بمستويات مختلفة ضد العرب هنا وفي كل مكان، خصوصا وسط الانحدار السياسي نحو اليمين واليمين المتطرف الذي تعلو أسهمه بمجرد إعلان عدائه للعرب في كل لحظة وعبر كل منصة أو منبر. هكذا يوجه الرأي العام في إسرائيل لتكون النتيجة فصل قومي موجود وآخر مشتهى. إلى أبرز ملفاتنا: عرض ومناقشة فيلم حول مجزرة الطنطورة في جامعة حيفا بمشاركة أكاديميين وطاقم الفيلم. استطلاع يظهر ارتفاعاً في نسبة اليهود الذين يؤيدون الفصل بين المواطنين العرب واليهود. واستمرار احتجاجات الصيادين على منعهم من الصيد في هذه الفترة وإغلاق طرق مركزية في البلاد. أهلا بكم من جديد. قبلت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في حيفا التماسا تقدم به أعضاء عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في المجلس المحلي في قرية كابول، وذلك ضد قرار المجلس المحلي بنقل ملكية المدارس لمشغل خاص. وبموجب القرار ألغى قاضي المحكمة أفراهام إلياكيم قرار رئيس مجلس كابول المحلي صالح ريان بنشر مناقصة لخصخصة المدارس ونقل ملكيتها لمشغل خارجي، كما وألزمت المحكمة رئيس المجلس المحلي بدفع المصاريف وقدرها 10,000 شيكل للمدعين. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 4674 إصابة كورونا جديدة، مع تسجيل معدل قياسي في عدد الإصابات اليومي لليوم الثالث على التوالي. ووفق معطيات الوزارة يواصل مؤشر نقل العدوى الارتفاع، حيث بلغ واحدا فارز 28%، مع تسجيل معدل قياسي جديد بنتائج الفحوصات الموجبة التي بلغت نسبتها 22.3%. بدأ عرض فيلم الطنطورة الوثائقي في مختلف مناطق البلاد، والذي يوثق شهادات جنود إسرائيليين كانوا جزءاً من لواء الإسكندروني منفذ مجزرة الطنطورة عام 48، في وقت تصر فيه إسرائيل على إنكار المذابح ضد الفلسطينيين. وعرضت جامعة حيفا مؤخراً الفيلم الوثائقي بعد سنوات من سحب الإجازة الأكاديمية من الباحث فيها تيدي كاتس الذي عمل على الدراسة التي توثق المجزرة. تقرير رمح مفيد. عاد تيدي كاتس إلى جامعة حيفا ليس كطالب هذه المرة، بل في جولة عروض فيلم الطنطورة للمخرج الإسرائيلي ألون شبارت. فيلم يوثق شهادات جنود وحدة ألكسندروني التي قامت بقتل 200 رجلا فلسطيني من القرية ودفنهم بمقابر جماعية. اعتمد الفيلم على بحث كات. חשיבות של הסרט היא בעיקר הנכונות של ישראלים בעיקר בני 90 ופלוס להודות בפשעי המלחמה שהם ביצעו ב-48. אני חושב שזה חשוב, לא לפלסטינים, הפלסטינים יודעים את זה, אבל לחברה הישראלית ולעולם, זה סרט שהוראה בכל העולם, זה נותן תוקף לסיפור הפלסטיני ולא יאפשר לישראל להתחמק מאחריות שלה לנכבה. כאן אילן פאפי, אחד המשריפים על רסאלת המג'יסטר التي قدمها كات واجازها هو وبروفيسور قيس فرو بدرجة امتياز، لكن الجامعة ألغت الرسالة عام 2003 تحت ضغوطات إسرائيلية. ومع ذلك يلقي الفيلم الذي يهدف إلى إثارة نقاش إسرائيلي إسرائيلي بظلاله على النقاش الفلسطيني أيضا. هو جدل داخل إسرائيلي ولكن في عملية علاقة مباشرة مع نقاط مؤثرة في الذاكرة الجمعية الفلسطينية، بعتقد أنه هذا سيرفد الذاكرة الجمعية بجوانب جديدة يمكن أن توظفها في سبيل
صياغة فيلم فلسطيني عن الطبطورة. يحاور المخرج إيلانج بارتس في الفيلم بعض جنود وحدة ألكسندروني ومؤرخين إسرائيليين وفلسطينيين وبعض أفراد عائلات الضحايا، ولكن في هذا النقاش الإسرائيلي الإسرائيلي بدا واضحا غياب صوت الضحية الفلسطينية. الفلسطينيين وهمهن وتعبهن وألمهن هو مش هم الفيلم، والفيلم مخرج الفيلم حكى في بداية العرض اليوم أنه مش فيلم عن الطنطورة، هو فيلم عن البحث عن الطنطورة. فالرواية الفلسطينية والفلسطينيين بحالهن هن كمان يستمروا بكونهن مغيبين في كثير من هاي الطروحات الإسرائيلية اللي هي تعد عمليا راديكالية للجمهور الإسرائيلي، اللي فيها أشياء إيجابية، وأنا بعترف أنه الفيلم إله خيراته يعني، ولكن هو فيلم اللي بالنهاية الفلسطينيين هن مش هم. صباح يوم العرض أرسل عميد جامعة حيفا للمؤرخين الذين نظموا العرض مكتوبا يؤكد فيه على موقف الجامعة من رسالة بحث كات، وفي ذلك تشكيك مجدد في مصداقية الفيلم، تشكيك في واقعه يعكس مدى الملاحقات التي يتعرض لها المؤرخ الإسرائيلي إذ ما غرد خارج السرب. فهكذا تراجع المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس عن مواقفه عدة مرات، وهكذا فرض على تيدي كات التوقيع على اعتذار لجنود وحدة ألكسندروني. وبسبب هذه الملاحقات يتواجد إيلان بابي خارج أسوار جامعة حيفا. الشينوي بأرض الزو لا يبو من بفنين كخ شمي שמקווה שהסרט הזה יהפוך את הישראלים לעם שמכיר בנכבה ולא יכחיש ויהיה מוכן להפסיק את הכיבוש ולתת שוויון זכויות שלא יהיה אופטימי מדי. החברה הישראלית הולכת ימינה, היא נעשית יותר גזענית, היא נעשית יותר פשיסטית. היום ישראל היא מדינת אפרטהייד לכל דבר. כסהיוני כמה יוחב אן יערף נפסה אלון שוורץ תמכן מן תחקיק הדפה מן הפילם, והוא الكشف عن كذب القيادات عن اخلاقياتهم العاليه، كما نجح في اثاره نقاش اسرائيلي داخلي عاصف، ولكنه كشف ايضا ان الطريق امام الاسرائيليين لتقبل جرائم النكبة والاعتراف بها يبدو أنها طويلة رغم كثرة الأدلة. وعن هذا الملف ينضم إلي سامي العلي وهو عضو في طاقم التحقيق والإنتاج لفيلم الطنطورة. مساء الخير سامي. يعني بداية، هل عرض الفيلم في جامعة حيفا يعتبر انتصارا لصناع هذا الفيلم على وجه الخصوص، وإسرائيل يعني بكافة مؤسساتها ربما تهاجم كل من ينشر توثيقات مروعة من هذا القبيل بل وحتى تنكر الحقائق؟ أولا باعتقادي لا يمكن الجزم بأن هذا العرض الفيلم في قلب جامعة حيفا التي يعني حاربت تيدي كاتس يعني مطالبها في حينه ووقفت واصطفت لجانب الجنود من لواء ألكسندروني. أنا باعتقادي لا يمكن أن نوصفه بأنه انتصار، ولكن هو خطوة أولى لإثارة النقاش على المستوى الأكاديمي، خاصة في المكان الذي تم فيه يعني شطب هذه الوظيفة، هذا البحث الأكاديمي، ومحاولة يعني تبني الرواية الصهيونية من قبل جامعة حيفا، وهذا ما تفعله. يعني نحن لا نرى أن لا نستغرب أولا كل توجه ونهج جامعة حيفا وكل أكاديمية الإسرائيلية. الأكاديمية الإسرائيلية يعني هي تتماهى بشكل كامل وعميق مع جوهر الصهيونية ومع المؤسسة بأذرعها المختلفة. يعني هي ساهمت حتى في تفنيد الرواية الفلسطينية وفي طمس الرواية الفلسطينية وفي الوثائق، ومنعت حتى المؤرخين والباحثين والأكاديميين والمواطنين العرب من يعني تقديم أبحاث في تخص النكبة والمجازر والممارسات والقمع الذي كان في عام 1948. فقط في السنة في العقدين الأخيرين أو ثلاث عقود الأخيرة نرى هنالك توجهات لما يسموا أنفسهم المؤرخين الجدد الإسرائيليين، التي هذه الموجة التي بدأت صحيح. في السنوات الثمانينات، والذين يعني بدأوا بكشف الحقائق لأنهم أولا يملكون الحق وكذلك القدرة في الوصول للأرشيف الصهيونية ومن أرشيف جيش وأرشيف الاستدروت الصهيونية وغيرها من الأرشيف التي يعني تتكتم على كافة الحقائق والوثائق وقسم وتتحفظ منها وتمنع نشرة صحيح، وقسم منها يعني تقوم بإبادة هذه الوثائق. لذلك باعتقادي
أن جامعة حيفا يعني تلقت صفعة من قبل مجموعة من المؤرخين الجدد، إذا كانوا يعني المؤرخين اليهود وكذلك مؤرخين عرب، يعني لديهم وزنهم وقدرهم في الذين كتبوا كثيرا عن الرواية الفلسطينية وسردوا القصة والحقائق والشهادات. لذلك هذا يعني يثير نوعا ما النقاش من جديد، يضعه على المستوى النقاش الأكاديمي، وكذلك يعني يمكن نصفه أنه نوع من الإنصاف لتيدي كاتس الذين يعني اتهموه بالتزييف والخداع. صحيح. وكذب ومتوقع ربما يعني هذا الهجوم على تيدي كاتس وغيره من الأشخاص الذين يعني يكشفون هذه الحقائق. سامي، وأنت تتحدث عن إثارة النقاش الأكاديمي وعلى وجه الخصوص طبعا يعني توثيق مذبحة الطنطورة كان ممنوع من العرض في جامعة حيفا لسنوات خلت، السؤال الآن هل الجامعات الإسرائيلية ككل برأيك اليوم وبعد وجود كم كبير من توثيقات شبيهة ربما يعني باتت مضطرة لعرض هذه التوثيقات وهذه الرواية الحقيقية؟ يعني هي مضطرة ومجبرة، يعني الجامعات الإسرائيلية وبادعاء الحفاظ على المبادئ الأكاديمية، لأنها يعني إذا تحاول يعني إذا أصرت وأكملت واستمرت في منع الباحثين والمؤرخين من التطرق للرواية الفلسطينية ومن الإصدار ونشر هذه الوثائق، يعني هي تعارض بشكل كبير جدا جوهر الأكاديمية وجوهر المبادئ الأكاديمية. لذلك لربما هي في السنوات الأخيرة تتيح الفرصة أمام الطلاب للتطرق وللكتابة عن الرواية الفلسطينية وعن النكبة وعن المجازر وعن الاحتلال وممارسات والنظام الأبرتهايد في إسرائيل. صحيح يعني هنالك نقاش أكاديمي ولكن ليس بالمستوى المنشود والذي يعني يجب أن يكون. يعني حاليا الأكاديمية الإسرائيلية ما زالت تعزز الرواية والأسطورة الإسرائيلية الصهيونية وتحاول أن تساهم حتى في ضحض الرواية الفلسطينية. سامي، ونحن نتحدث أيضا عن يعني مساعي التشكيك، دعنا نقول ومحاولة إنكار كل ما حدث، ما الذي يضيف برأيك هذا الفيلم ربما يعني لما نعرفه ولما يعرفه حتى من ينكر، يعني ربما في قرارة نفسه هو يعرف ما حدث في هذه المجازر المروعة، ما الذي يضيفه هذا الفيلم؟ هنالك قيمة مضافة للفيلم. أولا نحن نعرف وندرك كشعب أن مؤرخين وأكاديميين وباحثين هذه الحقائق التي يعني يأتي بها الفيلم ويستعرضها، ونعرف جيدا ونحن يعني وثقنا شهادات أهلنا المهجرين واللاجئين والمشتتين، يعني هذه كل الحقائق التي تظهر في الفيلم بغالبيتها يعني هي حقائق معروفة وتصدق وتؤكد الرواية الفلسطينية، ولكن الفيلم لديه قيمة مضافة معينة، هو مدماك يعني يضاف إلى عملية مراكمة الوثائق التاريخية الفلسطينية الذي يمكن أن نوظفه ونستثمره لصالح النضال الفلسطيني الوطني، باعتبار أن هنالك على سبيل المثال اعترافات من جنود إسرائيلية. نحن نعلم جيدا أنه في حال توجهت أنا أو أنت أو أي باحث أو أكاديمي فلسطيني لهؤلاء الجنود فسيكون هنالك رفض، يعني لا 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 يعني يرفضون ان يتكلموا، لن يتجاوبوا ربما، ولن يتجاوبوا مع هذا مع التوجه، وربما سيكون هنالك انغلاق من جانبهم ولن يعني يفصحوا عن اي حقيقه ولن يعترفوا باي شيء. لذلك هذا الامر الاول، اول اعتراف يعني من فمك ادينك يعني في هذا الموضوع، هم ياتون ويعترفون، يمكن استثمار هذا الاعترافات. ثانيا الفيلم كذلك يكشف وثائق كانت يعني في الأرشيف الإسرائيلي متحفظة عليها، يعني المؤسسة الإسرائيلية تتحفظ عليها الوثائق من الفيلم الذي يعني تم إنتاجه في حينه لعملية التهجير والترانسفير لأهالي الطنطورة. وبالإضافة لذلك يحدد بشكل علمي، يعني هو يأتي بدليل آخر وهو يحدد بشكل علمي موقع أحد القبور الجماعية في الطنطورة وتحديدا القبر الجماعي المتواجد في موقف السيارات اليوم. يعطيكم العافية على هذا العمل والمجهود، وشكرا على حضورك عضو طاقم التحقيق والإنتاج لفيلم الطنطورة سامي العلي، شكرا جزيلا لك. بدأ التعليم اليوم في مدارس لواء المركز عند الساعة 10 صباحا بخلاف المعتاد، وذلك في إطار نزاع العمل الذي سبق أن أعلنت عنه نقابة المعلمين وكجزء من تصعيد خطواتها احتجاجا على استمرار مماطلة وزارة المالية
بتوقيع اتفاق أجور جديد للمعلمين، ومن بين البلدات العربية التي شملها الإضراب الجزئي اليوم باستثناء مدارس التعليم الخاص هي الطيب الطيري، قلنسوة، كفر قاسم، جلجولي وقرية زيمر. للحديث عن هذا الملف ينضم إلي سكرتير كتلة الجبهة في نقابة المعلمين الأستاذ سعيد ياسين. مساء الخير أستاذ سعيد. إذن يعني في ظل تصعيد الخطوات الاحتجاجية بداية، أين تقف الأمور اليوم؟ هل تم التواصل معكم من قبل وزارة المالية أو جهات رسمية أخرى؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. الحقيقة أن قضية الاتفاقية الأجور تراوح مكانها منذ بداية السنة، منذ يعني شهر واحد، ووزارة المالية تماطل في عملية المفاوضات، علما بداية أن المعلمين يعني منذ 4 سنوات انتهت معهم اتفاقية الأجور الأخيرة وفق لنظام الأفق الجديد. احنا نقول احنا هذا الاضراب جاء ضروره ملحه لمواجهه هذا التعنت، ونحن نعلم يقينا يعني ان الدوائر المسؤوله الحكوميه تتنكر لحقوق المعلمين حتى بات الامر يعني لا يطاق في المدارس. نعم. يشكون كما تعلمين اليوم من ظاهرة نشور المعلمين من المدارس، وخاصة في الوسط في المجتمع اليهودي. أنا ما يهمني أن أؤكد في هذه المرحلة وفي هذا الوقت بالذات قضية المعلم العربي. المعلم العربي يعاني الأمرين مرتين. المرة الأولى كمعلم مثله مثل باقي المعلمين في الدولة، أجاره منخفض، راتبه يكاد يلامس الحد الأدنى للأجور، الفوارق بين أجر معلم مبتدئ ومعلم صار له في الخدمة سنوات عديدة وفارق كبير. نسعى إلى تضييق هذه الفجوة الكبيرة بين الأجرين لمعلم مبتدئ وآخر مع أقدمية في الجهاز التعليم، لكن يعاني مرة أخرى من الظروف الخاصة في مجتمعنا العربي. ونحن بهذا الصدد يعني نطالب السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين، ونطالب ككتلة معارضة، كتلة الجبهة في نقابة المعلمين هي كتلة معارضة في داخل كتلة معارضة في داخل النقابة، نطالبها بأن تلتفت، وقد حان الوقت لتلتفت إلى المعلم في المجتمع العربي. نعم. نحن عندنا مشاكل أكثر، قلت نحن نعاني مرتين، في المرة الثانية نعاني من ظروف عمل في داخل المدارس لا تستوفي الحد الأدنى مقارنة مع المدارس في المجتمع اليهودي. نحن عندنا مشكلة المعلمين في الشمال، في الجنوب، المعلمين الشمال اللي بيعلموا في الجنوب مشكلة. هناك يعني حدث ولا حرج عن معاناة معلمينا في تلك المنطقة. نحن في المجتمع العربي عندنا 12,000 إذا مش أكثر اليوم من 12,000 معلم ومعلمة عاطلون عن العمل، بمعنى أنه منذ سنوات عديدة قد تصل إلى 10 سنوات، وهؤلاء المعلمين والمعلمات ينتظرنا تعيينهم في جهات. يعني إذن هذه هي دعنا نقول معاناة المعلمين وبشكل خاص المعلمين والمعلمات العرب. أستاذ سعيد، أريد أن أسألك عن الخطوات القادمة، بما أنه قبل دقائق أيضا يعني تصل هذه المعلومات أنه هذا الإضراب سيستمر يوم الأحد القريب، وتحديدا الحديث عن لواء القدس سيستمر أيضا الإضراب حتى الساعة 10 صباحا. أريد أن أسألك عن هذا الجانب وهذه الخطوات النضالية المستمرة. بكل الأحوال هذه الإضرابات المتنقلة من منطقة إلى منطقة، يعني إضراب غير شامل لجميع المدارس، هي يعني دق نواقيس الخطر المقبل علينا في السنة الدراسية القادمة، في أيلول القادمة بداية السنة الدراسية. هناك قد تبدأ تشويشات جدية تصل نقابة المعلمين مع وزارة المالية إلى اتفاق نهائي بشأن الأجور، فستكون الإضرابات شاملة أكثر، وسيكون يعني سنرفع من سقف وخطوات النضال التي يمتلكها المعلمون في هذا المجال. طيب أستاذ سعيد، بدون شك يعني مع ذكر كل هذه التفاصيل لا جدال بأنه هذا النضال عادل وهذا حق المعلمين والمعلمات بالعيش الكريم، ولكن أريد أن أسألك
حضرتك عن جانب آخر، وكما هو متوقع أثار الإضراب اليوم الذي شمل الحضانات أيضا استياء أولياء أمور الطلاب أو البعض منهم على الأقل الذين انتقدوا طريقة الإضراب وبالتالي التأثيرات الناجمة عنها وطالبوا بحل هذه الخلافات بمعزل عن الطلاب. السؤال يعني إلى متى ستكون الخطوات النضالية وإن كانت عادلة ومشروعة تؤثر على سير المنظومة التعليمية والتربوية؟ ألا يوجد أساليب أخرى؟ احنا طبعا في تواصل دائم مع لجنة الآباء القطرية، ولجنة الآباء القطرية أعلنت بشكل قاطع أنها تقف مع نضال المعلمين والمعلمات بهذا الشأن. نحن يعني نتفق مع لجان الآباء ونحن نتألم مثل الجميع حين يخسر طلابنا من أيام الدراسة، خاصة في هذه الفترة بعد فترة الكورونا والمشاكل التي كانت في المدارس وتغيب الطلاب الكثير على المدارس. لكننا من ناحية أخرى نقول أن الإضراب هو حق طبيعي وهو أداة نضالية موجودة في كل العالم وفي كل المستويات. نحن نقول إذا كنا اليوم يعني نهدد تواجد الطلاب إلى يوم أو نص يوم أو بضع أيام، فإنما نريد بعد ذلك أن نحسن شروط عمل المعلمين وشروط الجهاز التربية والتعليم بالكامل، وهذا بالآخر سيعود على الطلاب جميعا ونحن بالفائدة الكبيرة. ولا يمكن لعملية تدريسية أن تستمر إذا كان أحد الطرفين مظلوما سواء كان الطلاب أو كان أو المعلمين. وضحت الصورة. ونحن المعلم على حقه، هذه قوة تساعده، بس أضيف الجملة، هذه قوة تساعده في العمل لصالح الطلاب، وبالآخر الفائدة ستعم على الجميع. ونحن سنستمر بمتابعة هذا الملف. أيضا نشكرك جزيل الشكر سكرتير كتلة الجبهة في نقابة المعلمين الأستاذ سعيد ياسين على هذه المداخلة. أظهر استطلاع للرأي العام أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن نسبة 59% من اليهود في إسرائيل يفضلون أن يعيش اليهود منفصلين عن المواطنين العرب، وبالمقارنة مع ذات الاستطلاع الذي أجري في نيسان العام الماضي قبل هبة الكرامة فإن نسبة اليهود الذين لا يفضلون العيش المشترك ارتفعت بنسبة 15%. تمييز، اضطهاد وفصل عنصري، جرائم ضد الإنسانية توالي الحكومات الإسرائيلية في تعزيزها بين العرب واليهود في إسرائيل، تتجلى مظاهرها في الجهاز القضائي والمؤسسة الشرطية وصولا إلى وسائل الإعلام. تسعى إسرائيل في معاملتها للفلسطينيين في كل المناطق إلى تحقيق الهدف ذاته، منح امتيازات للإسرائيليين اليهود في توزيع الأراضي والموارد، بالمقابل تقليص وجود الفلسطينيين ووصولهم إلى الأراضي إلى أدنى حد. ووفقا لتقرير نشرته منظمة العفو الدولية أمنستي، والذي اعتبرت به أن نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين نظام هيمنة قاس وجريمة ضد الإنسانية. أمنستي قالت في تقريرها: ينبغي على إسرائيل تفكيك نظام الفصل العنصري والبدء بمعاملة الفلسطينيين كبشر متساوين في الحقوق والكرامة، وإلى أن تفعل ذلك سيظل السلام والأمن احتمالين بعيدين المنال للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، رغم الدعوات العديدة الموجهة للحكومات الإسرائيلية بتقليص الفجوات القائمة بين اليهود والعرب في كافة المجالات. أظهر استطلاع جديد أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في شهر آذار الماضي ارتفاعا في نسبة اليهود الذين يؤيدون الفصل العنصري بين المواطنين العرب واليهود، حيث بلغت 59%، فيما بلغت النسبة 45% في استطلاع مماثل أجري في شهر نيسان من العام الماضي قبل أحداث أيار. نتائج الاستطلاع كشفت عن اختلافات بين الأوساط، إذ أن حوالي 70% ممن عرفوا أنفسهم في اليمين السياسي يؤيدون الحياة المنفصلة لليهود والعرب، مقارنة بأقل من النصف بين الذين عرفوا أنفسهم على أنهم المركز، وحوالي الثلث بين من عرفوا نفسهم على أنهم في اليسار. في حين أن الرد الدولي على جرائم إسرائيل بالفصل العنصري يقتصر على الإدانات العقيمة فيما لا تعالج الأسباب الجذرية، فإن الفلسطينيين والإسرائيليين سيبقون أسرى دوامة الاحتلال وتداعياته وإسقاطاته على الأرض. وللحديث عن هذه المعطيات وانعكاساتها في الواقع في البلاد بشكل عام وبشكل خاص أيضا في البلدات المختلطة تنضم إلي فداء إشحادي عضوة بلدية اللد. مساء الخير فداء. يعني يمكن قراءة نتائج هذا الاستطلاع بأنه 59% من المواطنين اليهود في دولة إسرائيل يؤيدون الفصل العنصري، أليس كذلك؟
يعني هذا الاستطلاع بيقوله انه 59% عم بيحكوا انه بنفضل الفصل. طبعا بقاش الاستطلاع مع قد ايه ناس انعمل وين الناس يعني وين بتعيش هاي الناس بمدن مختلطه او يعني بمدن يهوديه، بس يعني كلنا بنعرف انه احنا عايشين بدولة منفصله يعني هم المدن المشتركه يعني بنعدها على الاصابع. أغلب الدولة هي قرى عربية ومدن عربية ومدن يهودية أو كيبوتسات أو الأشكال الأخرى، يعني هي الدولة بطبيعة شكلها منفصلة. ولذلك طبعا انعكاسات يعني على أرض الواقع بشكل خاص في البلدات المختلطة، وسأتي على هذا المحور. ولكن فداء، باعتقادك ما الذي يحرك الرأي العام الإسرائيلي ليذهب أكثر وأكثر باتجاه اليمين واليمين المتطرف، وعمليا يعني يطبق بل ويذوت أسس الأبرتايد؟ بفكر انه اليمين بالسنوات الاخرى اخذ يعني اعلاميا هو ماسك كل القنوات الاعلاميه، بس يكون موقف اذا كانت 12 او 13 او اي قناه تلفزيون بتشوف كيف هي بتثبت المواقف وبتقويها باللحظه اللي في اي موقف صار بالشارع او اي حدث، وكمان ما بتعكسش يعني التركيبه او أو يعني الاحتلال تقريبا لا يذكر بالإعلام الإسرائيلي، وهي قضيتنا الأساسية إنه في احتلال هون موجود وعم بقتل المواطنين بشكل يومي، في جدار فاصل، في حياة كاملة يعني إحنا موجودين بالداخل بس في حياة كاملة للفلسطينية من خلف الجدار غير مذكورة على الإعلام، وكأنه هذا المواطن اليوم العادي تبعه مش عم بيشوف شو هو عم بيجرم بوجوده بقلب الدولة، بينما عم بيشوف أي حدث صغير عم بيصير من عربي أو من فلسطيني وبقلب كأنه هو يعني المسكين. يعني إحنا بنلد لأنه هالقد الاحتكاك يومي وكل الوقت في مجال للجدال، بس منشوف إنه إذا باللحظة اللي بتبدي تذكر الاحتلال أو تجيب القضية الفلسطينية الواسعة بيصير يعني الناس بتسكر دنيها بتبطل قادرة تسمع ولا الإعلام ولا المواطنين. وبالتالي فداء، يعني كيف تؤثر التطورات الميدانية والسياسية في السنوات الأخيرة وربما بشكل خاص بعد هبة الكرامة وأحداث أيار العام الماضي على الوضع العام في البلاد، ويعني بشكل خاص دعينا نأخذ اللد كنموذج عندما يضطر المواطن العربي للتعامل مع المواطن اليهودي الذي يعني بموجب تقارير منظمة العفو الدولية أمنستي وغيرها وأيضا بموجب هذا الاستطلاع يفضل اليهودي الفصل التام عن المواطن العربي؟ يعني قبل الصراحة ما بدي أحكي عن اليومية، بس بدي أقول إنه حتى النموذج الكنيسة الحالية الموجود اللي هي القائمة الموحدة اللي اختارت إنها تكون بقلب الحكومة، عمليا كل أعضاء يعني الحكومة اللي هم اليمين ويش عتيد والأحزاب الموجودة يعني حطت قدامهم كل التحديات اللي ممكن تطلعهم الحكومة. يعني عمليا القائمة الموحدة تنازلت وكان إقبالها قوانين اللي يعني كل الوقت هم بيجيبوهم، ما كانش في أي محاولة من المجتمع الإسرائيلي بيقول عارفة في هلأ قائمة عم بتحاول تكون بقلب الحكومة تعال نخفف هاي القوانين ونجرب نعيش حياة مشتركة أو نعمل حكومة مشتركة، يعني ما كانش في أي تنازلات من أي حدا بقلب الحكومة عشان قائمة عربية تقدر تصمد جوا، وهذا بيعكس على الشارع. يعني الشارع بطل في حاجة عنده إنه هو يتنازل أو يعني أنا بدي أجيب لك مثال بسيط. امبارح اعتقلوا 3 أشخاص، واحد يهودي واثنين عرب على جدال أو عطوشة صارت على جولة صارت باللد عند بيت محروق، اللي تم اعتقال 3، البوليس قال إنه ده يحقق ويفحص. اليهودي صار ضغط يعني من المجتمع مظاهرات إنه ممنوع حتى يعتقلوه. فيعني كل الوقت هم شايفين حالهم بمحل إنه يعني فصل عنصري بمستوى انه القانون والحكومه كيف بدها تتطبق لازم تتطبق بجزئين، يعني العربي بيتعاملوا معه بطريقه واليهودي بيتعاملوا معه بطريقه، صاروا شايفين حالهم بمحل انه بطل في حاجه ان هم يدفعوا اي ثمن حتى اذا بغلطوا. فهذا المواطن لما شاف انه في وراه ظهر وعنده هذه البريفيليج انه ولا مره يتحاسب فهو راح يستخدمها والحكومة عم تعطيها، فهذا الموضوع بأثر باليوم يوم على الحياة، وإحنا شوي شوي كمان رح نبعد ونبطل بدنا حياة مشتركة. يعني بالآخر لما أنت بدك تدفع ثمن أو بدك تضطر تتنازل كتير مش رح تقبل إنه تكوني عبد عند حدا.
وربما هنا ينعكس فعليا كما وصفت هذا التعامل الفوقي والاستعلائي من قبل يعني اليهودي بشكل خاص في البلدات المختلطة. نشكر لك هذه المداخلة فداء إشحادي عضوة بلدية ألات، شكرا جزيلا لك. أصدرت وحدة السياسات في مركز مدى الكرمل المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية ورقة تقدير موقف بعنوان الاعتقالات الإدارية كنوع من أنواع العقاب الجماعي ضد المواطنين العرب داخل الخط الأخضر. وراجعت ورقة تقدير الموقف استخدام أجهزة الأمن الإسرائيلية أداة الاعتقال الإداري بعد أن ازداد استخدامها في أعقاب أحداث أيار وتحولها إلى أداة قمع وعقاب جماعي تجاه المواطنين العرب داخل الخط الأخضر. للحديث عن هذا الملف ينضم إلي دكتور مطانس إشحادي مدير وحدة السياسات في مركز مدى الكرمل. مساء الخير دكتور مطانس، بداية ما الذي تنذر به هذه الورقة بشأن التحول الذي طرأ باستخدام السلطات الإسرائيلية لأداة الاعتقال الإداري ضد أبناء المجتمع العربي؟ مساء الخير. الورقة عمليا تشير إلى استعمال أدوات غير ديمقراطية وفيها نقص أو يعني انتقاص من حقوق المواطن العربي، فيها تعسف، فيها عدم مساواة تجاه المواطنين العرب. عادة هاي أداة الاعتقال الإداري يعني كان متبع بالرغم أنه أداة غير ديمقراطية وتهين عملياً الفضل وتمنع عنه الحق في التمثيل القضائي الملائم، عادة تجاه الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 67 وبعض الحالات الفردية داخل مناطق 48 أي داخل دولة إسرائيل. وبعد أحداث أيار الماضي هبت الكرامة، تلاحظ الورقة اللي عدتها المحامية سوسن ظاهر المتخصصة في مجال حقوق الإنسان تزايد وتيرة استعمال هذا الأداة من الاعتقال الإداري. الاعتقال الإداري عمليا يستند إلى أدلة سرية بالأساس، المعتقل لا يعرف ما هي عمليا بنود التهم الموجهة إليه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه بشكل لائق أمام المحاكم الإسرائيلية، وهذا عمليا وسيلة تسهل على الشرطة أو المخابرات استعمالها لأنها غير ملزمة بكشف كافة البنود أو كافة الحقائق أمام المحكمة. والورقة تشير إلى ذلك وتشير أن المحاكم عادة تقوم بالتجاوب بشكل سهل عمليا مع طلبات الاعتقال الإدارية، تحويلها من حالة فردية فقط وتزايد هذه الحالة في السنة أو خاصة بعد هبة أيار، هذا يشير إلى تغير واستعمالها ليس فقط كداء عقابي ولكن أيضا كردع للمجتمع الفلسطيني في الداخل بشكل جماعي من قبل المؤسسة المخابرات والشرطة وأيضا الجهاز القضائي. دكتور، وأنت تتحدث عن وتيرة يعني استخدام إسرائيل لهذه الأداة، بتقديركم ودراستكم عطفا على هذه الورقة، هل مسألة الاعتقال الإداري المستخدمة من قبل إسرائيل هي ممارسة ظرفية لها أن تنتهي برأيك، أم أنها أحد العناوين الرئيسية لعلاقة إسرائيل بالمجتمع العربي؟ لا، احنا نعتقد يعني والورقة تحذر من ذلك، ان تزايد واستمرار استعمال هذه الأداة ايضا في السنوات القادمة في الأشهر القادمة. قبل عامين او ثلاثة كان في 6 حالات اعتقال إداري في منطقة وادي عارة المحتلة، والآن في 4 أو 5 حالات في العام الأخير. يعني جهاز الشرطة وجهاز المخابرات سيلجأ الى هذه الوسيلة من اساس للردع وكأساس كأداة للعقاب، خاصة في حالة الملاحقات السياسية عندما تكون بنود الاعتقال أو التهم الموجهة للمواطن العرب عمليا هي مواقف سياسية أو تعبير عن عدم رضا سياسي أو احتجاج سياسي تجاه ما تقوم فيه المؤسسة، يعني من عنصرية وعنف وبطش للمجتمع الفلسطيني في الداخل وأيضا في الأراضي المحتلة عام 67. نحن نخشى من أن تتحول هذه أو يتوسع استعمال هذه الأداة تجاه المجتمع العربي، على ضوء أيضا يعني سن بعض القوانين اللي تقلص هامش الحقوق الفردية وهامش الديمقراطية في هاي الدولة، مثل قانون التفتيش أو منح الشرطة إمكانية تفتيش منازل بدون أمر محكمة، مثل عمليا توقيف متهم في الشارع والتحقيق معه وتفتيشه، هاي كلها تحت حجج عديدة منها مكافحة العنف والجريمة، ولكن نخشى أن تستعمل أيضا في حالات الملاحقة السياسية
للمجتمع الفلسطيني. دكتور مطانس، في وضعنا الحالي كمجتمع عربي سياسيا بالتحديد، يعني ماذا بيدنا من أدوات لمواجهة هذه السياسة وهذه الأداء التي يعني فعليا تلاحق أبناء وبنات المجتمع العربي؟ يعني في الحالة طبعا الاحتجاج ومحاولة رفض وتغيير القانون، ولكن أيضا اللجوء إلى القانون الدولي، لأن القانون الدولي لا يتيح استعمال أداة، مع أنه لا يلغيها تماما، ولكن لا يوجد بنود تدعم هذه الأداة، ولو كانت بنود فهي تكون محدودة ومحصورة ولفترة زمنية مؤقتة. أي علينا أن نكشف أن إسرائيل تسوء استعمال هذه الأداة من أجل تحقيق نتائج سياسية أو من أجل أهداف سياسية تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل، تجاه مواطنين داخل دولة إسرائيل. نعم، نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة دكتور مطانس شحادي، مدير وحدة السياسات في مركز مدى الكرمل، شكرا لك. تواصل إصابات وفحوصات كورونا تسجيل معدلات يومية قياسية، وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث تم تسجيل أكثر من 4600 إصابة جديدة في الساعات 24 الماضية. للحديث عن الحالة الوبائية الحالية في البلاد ينضم إلي دكتور أمير علامي، نائب مدير مستشفى الناصر الإنجليزي. مساء الخير دكتور أمير. مساء الخير لك عزيزتي. يعني عدنا نتحدث عن كورونا، وهيك بداية الدكتور يعني لنوضح التفاصيل المتعلقة ب BA5 أو BA5، هل نتحدث عن متحور فرعي جديد؟ ما هي خصائصه؟ هل تم تسجيل يعني إصابات في البلاد بهذا المتحور؟ بالفعل احنا بنحكي عن متحور BA4 أو 5 عمليا، لكن الخمسة هو الأكثر يعني سائد هون صار في البلاد، واللي احنا عم نحس انه عم بيكون في توجه ليكون كمية أو هو سائد عمليا في كل ما يتعلق بالفحوصات، بالأساس الأشخاص اللي عم تيجي من بريت البلاد. عم نحكي عن متحور فرعي لمتحور الأوميكرون الأصلي اللي هو BA1 وBA2. الميزة الأساسية فيه انه هو بيعدي أكثر ب10% من BA2 اللي هو كمان العدوى تبعته كانت أضعاف المتحور الأساسي اللي أول وصل قبل سنتين. وللأسف كمان واحدة من خصائصه أنه بيقدر أكثر يهرب من كل ما يتعلق بمناعة الجسم، سواء المناعة المكتسبة بشكل طبيعي أو المناعة المكتسبة من قبل التطعيمات اللي احنا بناخدها. ولكن بعدنا بنحكي عن أنه العدوى بتكون أكثر من ناحية الكميات، ولكن من ناحية النسبة اللي هو بيقدر يحمينا من مرض صعب أو الدخول إلى المستشفى، بعده بنحكي عن نسبة فوق 50%. بعد ما زلنا احنا بنستنى ابحاث اكثر من دول اللي فيها متحور BA5 موجود بشكل سائد كثير، بنحكي بالاساس على البرتغال، بنحكي على جنوب افريقيا، وايضا اليوم شوي عم بيرفع راسه في باقي الدول الاوروبيه للاسف الشديد. وهذا الشيء الاساسي اللي عم بخلينا نرجع نشوف اعداد اللي هي كبيره نوعا ما اللي ما كنا نشهدها من قبل. احنا بنحكي عن قفز ضرب 2 في خلال اسبوع كامل، يعني هذا الشيء الظاهر انه نتيجة الأعياد اللي كانت موجودة، بالأساس نحكي على عيد السبعوت اللي كان مؤخرا مع كل ما رافقوا من زيارات إلى خارج البلاد والأعداد المغول اللي شفناها والأرقام القياسية في المطار، وبالأساس بعد القرارات المتسرعة نيجي نعتبرها من قبل الدولة اللي كان في إلها كمان أصداء منيحة سياسيا، ولكن من الناحة الوبائية ومن الناحية يعني الأشخاص في وزارة الصحة اللي كانوا نوعا ما معترضين على هاي القرارات. نحكي عن إلغاء الفحوصات ما قبل السفر وعند الوصول كذلك، وأيضا إلغاء الكمامة داخل الأماكن المغلقة. هيك إحنا عرضنا شوي العائلات أو الأشخاص اللي فوق جيل 60 أو عندهم مشاكل صحية أكثر إن يكونوا في الوباء. كمان بدي أحكي عن شغلة إنه اليوم لما فيش فحوصات لا بالروحة ولا بالرجعة، كمان توجهنا بقلب المشوار نفسه بيكون مختلف. احنا مش خايفين انه ننكشف انه ايجابيين، نقدر نطلع الطيارة ايجابيين نوصل البلاد بسلام. حتى لو انا كنت ايجابي، هم الوحيد بكون اصل على البيت سالم، وغادي ممكن اكتشف حالي كايجابي او لا، واخبي عمليا وجودي كايجابي. كمان في عمليا بشكل ذهني بطريقتنا بالتفكير للتوجه للفيروس او التعامل بوسائل الحظر شوي تغيرت لما بطل في عنا تقييدات معينة. صحيح دكتور امير، كما سمعنا من الخبراء والمختصين ومنهم ايضا بروفيسور سلمان زرقة، يعني ذكر انه نسبة المتطعمين حول العالم ضئيلة جدا، وهذا ربما سبب كافي لتوقع ظهور متحورات جديدة. السؤال، ما الذي يمكن الآن أن نتوقعه؟ يعني هل ستعود العجلة، عجلة الزمن بنا للوراء؟ ما هي تخوفاتكم أيضا من هذه الجزئية؟
اليوم احنا موجودين في سيناريوهات تنين، احنا بمرحله مفصليه او ثلاثه تحت نجنول، او يضل الوضع الوبائي على ما هو عليه، واحنا بنحكي عن اون اوف شويه ازدياد ملحوظ في الاعداد اللي ممكن تكون يعني كبيره نوعا ما، ولكن المنظومه الصحيه بتقدر تحتويها بشكل كتير كبير، ونضلنا عايشين جانب فيروس الكورونا بحذر نوعا ما، ولكن نتعايش معه زي الموجه الخامسه الاخير اللي عمليا ما كان في كتير تقييدات، أو المتحورات الجديدة. يعني هاي فقط بعلم الغيب يعني برحمة ربنا زي ما بقولوا تكون متحورات اللي هي أقل خطورة من متحور الأوميكرون، وحتى الأشخاص اللي هني كبار في السن إذا المتحور هذا بيكون متحور خفيف جدا. اليوم احنا بنبلش نحكي عن وباء اللي يكاد لا يذكر ومنبطل في حاجة أنه نفحصه، كمان هذا إشي ممكن يكون توجه، والتوجه يعني الخوف الأساسي تبعنا يظهر متحور شديد، الألم تبعه من ناحية شدة حدته كمرضية اللي ممكن يعملها هي كبيرة جدا، وهو بالمرة بتأثرش بالتطعيمات اللي احنا أخذناها أو الأشخاص اللي مرضت كمان بيقدر يهرب منها. وهذا الإشي التخوف الأساسي اللي ممكن يرجعنا لنقطة الصفر واللي احنا بدناش نوصل له بتاتا. ما هي التوصية الأبرز دكتور أمير حاليا للجمهور، يعني بما أننا مقبلين أيضا على عطل صيفية، على عيد الأضحى بعد ما يقارب الشهر ونصف، ربما ما المطلوب حاليا من الجمهور؟ مطلوب من الجمهور بالأساس الجمهور اللي عنده مشاكل صحية مزمنة والجمهور فوق 60، أولا وقبل كل شيء اتخاذ جميع وسائل الحيطة والحذر، الأمان الشخصي عمليا عن طريق لبس الكمامة في الأماكن المغلقة أو الأماكن المكتظة اللي فيها كمية ناس كتير كبيرة، التطعيم إذا أنت بعدك مش ماخذ التطعيم الثالث أو التطعيم الرابع وجيلك فوق 60، هذا هو الوقت إنك تفكر في صحتك، لأنه اليوم إحنا ممكن نسبق الوباء ونمنع وجود لحالات إيجابية أو حالات صعبة كثيرة. اليوم المسؤولية الشخصية اللي تقع على كل شخص من حتى من جيل صفر لحتى يعني الجيل الكبير، إنه أي عارض خفيف اليوم تخبيش، عندك الإمكانية تفحص بالبيت مزبوط، في ناس مش عم تروح تعمل فحوصات، وهذا الإشي أنا حسب رأيي خطأ. إحنا اليوم عندنا الإمكانية نعيش حياة كاملة 100% يعني مع انبساط وننسى إنه في كورونا، ولكن احنا بحاجه كمان نحمي وناخذ المسؤوليه المجتمعيه الى اقصى حدود حتى نقدر نكمل الوباء هذا والحاله الوبائيه بطريقه جدا طبيعيه، وما نضطر نفوت على تقييدات اللي احنا بغينا عنها. بعدنا بكير نحكي عن تقييدات اكيد، واحنا بدناش نوصل للتقييدات، عندنا امكانيه تعامل مع الفيروس بشكل كتير منيح. الادويه اليوم الباكسلوفيد اللي بقدر ياخذوه فوق ال 60 هو دواء مهم جدا، اسال دكتورك اذا في عندك حاله وبائيه واذا انت ايجابي للكورونا، اسال عن هذا الدواء بحميك من مرض صعب، وان كان نتعايش مع الفيروس وما نرجعش للوراء، وانه فقط نتقدم للامام. هذا ما نتمناه، والصحه والسلامه للجميع. جزيل الشكر لك دكتور امير علامي نائب مدير مستشفى الناصر الانجليزي، شكرا على هذه الايضاحات. إلى شأن آخر، تتواصل احتجاجات صيادين في البلاد من خلال خطوات تصعيدية تتمثل بمظاهرات تبادر إليها منظمة الصيد البحري، حيث انطلق مئات الصيادين المحترفين والهواة في البلاد في تظاهرة احتجاجية ضخمة بمدينة تل أبيب تنديدا بالسياسات الحكومية التي تنوي القضاء على فرع الصيد البحري وتعزز من سيطرة أباطرة الاقتصاد على الحيز البحري. تقرير الزميلة بيان حجرات. أزمة الصيادين ونضالهم ما زال مستمرا، فحظر الصيد لم ينتهي والصيادون ما زالوا غير قادرين على العودة لعملهم دون أي تعقيب أو محاولة لحل الأزمة من قبل الجهات المختصة. الأزمة سببها هو تضييق على الصيادين في محلات الرزق، يعني بياخذوا لنا أراضي بيصادروا لنا أراضي بحجة إنه هاي محل محمي لتربية السمك، إنه يثقال شرف السمك، وهذا الإشي مش مزبوط. هذا الإشي نابع عن المشروع اللي هو مشروع النفط في إسرائيل، بيصادوا الأراضي لإلنا وبمنعونا نتصيد، بمنعوا الصيد علينا بدون أي شيء، أي تعويض. شهرين الصياد من وين ممكن يعيش؟ في عائلات هنا كبيرة، يعني عالم عنده عائلات وأولاد كتير، اللي عنده 10 اللي عنده 7 اللي عنده، أنا مثلا عندي 14، فاهم كيف؟ فيش منين أي مدخول، والدوليك ومالا بس عم بتضايق علينا أكتر. يتوارث معظم الصيادين مهنتهم من الآباء والأجداد الذين قضوا سنين عمرهم في البحر، فالعم محمود يعمل صيادا منذ أكثر من 40 سنة، وبالرغم من كبر سنه إلا أنه لا يترك البحر أبدا. أنا المزبوط من وقت ما وعيت وأنا بالبحر،
كان عندنا هو نشاط وننزل احنا اولاد يعني، واحنا في المدرسه حتى كمان ننزل، وفي الثانويه كنا ننزل نتسبح نتصيد، وتعلقنا بالبحر ومشيت القصه. فبقولوا بدنا نضيق عليهم بلكي بفلوا، بس احنا وين منفل اسه؟ وين؟ وين؟ لوين بدنا نروح؟ تدعي السلطات بأن الصيد يعمل على تلويث البحر ويؤثر على موسم تكاثر الأسماك، ولذلك يمنع الصيادون من الصيد، بل وتحدد الأماكن المخصصة للصيد وتضيق الخناق على الصيادين. وعن هذا الملف ينضم إلي عبر الخط الهاتفي سامر عوادي، صياد من حيفا وعضو في منظمة الصيد. مساء الخير سيد سامر، يعني بداية التصعيد مستمر وبالتالي أيضا الخطوات الاحتجاجية، أين تقف الأمور اليوم؟ الأمور طبعا مساء الخير لإلك ولكل المستمعين وللشباب اللي حكوا قبلنا. الموضوع تبعنا موضوع كتير مهم وكتير جدي، كتير ناس اللي مش عم بيقدروا يفهموا أي موقف إحنا واقفين. إجوا سكروا لنا البحر، بدهنش يانا نشتغل، بدهنش ينطونا بتسوي اللي كان لازم ينطونا بتسوي عليه، مش قابلين ينطونا بتسوي. كلياتنا بنعرف ليش عم بيعملوا هيك، بيعملوا شغلات أصعب من هيك كتير. الحديث راح يكون كتير وكبير، يعني مش راح يكفي الدقائق هاي اللي راح نحكيها، بس نحاول إنه نضقر بكل الشغلات. الموضوع تبعنا موضوع اللي عم بتنهيل عن طريقة سياسي أكبر بكتير من خرافية السمك والرضايات تبعت السمك اللي هو موسم البيض، والفترة اللي كيف يقولوا لها بالعبراني عشرة سا السمكة موجودة هون، يعني إن شئنا وإن أبينا الصيادين موجودين من مقامة العالم، والصيادين موجودين. الصيد عندنا على أوجه معينة، كان شراكستي من اللي عندنا تبعون الشراك، وإن كان سفن شمشيلوت، وإن كان صيادين بولوس، هدول الصيادين يعني تلت من الصيادين اللي كانوا من قبل، لأنه الوضع تبع البحر عم بيعملوا سياسة كتير عاطلة، سموم، الكدوحين تبعت الغاز اللي عم بيعملوها شايف عليها، هاي كلياتها بتؤدي. يعني هذا هو الوضع الحالي أستاذ سامر. السؤال، مع كل هاي الخطوات الاحتجاجية اللي عم بتقوموا فيها، وقفات احتجاجية وإغلاق شوارع أيضا، هل يعني يتم التواصل معكم من قبل الجهات الرسمية؟ هل هنالك نقاشات لحتى تقدروا توصلوا لاتفاقات أيضا؟ لو إننا ممهن أمرنا كان ما وصلوناش لهون، ما خلوناش نوصل لوضع انه نعمل ايش، نعمل مظاهرات ونعمل كل هاي الشغلات. اللي خلانا نوصل لوضع انه نعمل مظاهرات ونطلع على الشوارع ونسكر شوارع، الا الاشي يمكن يوصل للناس اللي عن جد بهم هاي الامر، مع انه الناس اللي بهم من هاي الامر ان الناس اللي شخيتوا تام اليوم، يعني بسمع لحالي احكي هذا الكلام، شخيتوا تام اليوم وماخدين من تحت الطاولة، والإشي يعني بطل الإشي مسطر، صار الإشي واضح، صار الإشي يعني مفضوح، استخاء على بتو، يعني صار الإشي واضح وكله صار مفرسام، يعني في كل الجهات وين ما بتروح بتسمع هاي الإشي وتشوف الإشي. يعني يجري الحديث عن هذه التفاصيل وتم نشرة. طب أخيرا أستاذ سامر، شو الخطوات القادمة؟ يعني كيف رح يستمر هذا النضال؟ المشكلة تبعتنا مشكلة أكبر من خطوات، يعني ما حدا رايح يسمع لنا، ما حدا رايح ينطينا اليد، ولو حدا رايح يوقف معنا بالوقفة. الخرافية بتتنهيل معروفة بس لأجل الأسدوت تبعت الغاز اللي عم بتصير اليوم، أسدوت الغاز القدح في البحر، لما بيقدحوا في البحر أنا في إلي عيال أو في إلي قرايب بشبخاء، يعني اللي هن بيشتغلوا بالموانئ الموجودة بالشمال مسبكين خومر قالم اللي بفوت لعند الأسدات تبعت الغاز، الخومر هذا يعني كان يطب على جلد البني آدم، كان يقدحه يعني يعمل له ستاب جسمه يوم على الناحية الثانية، هذا خمريم، خلينا وفي بس هذا خومر كتير رعيل كتير سام، مواد سامة، الحديث عن مواد سامة، مواد سامة بتساعد للأدع بوقت ما بيقدحوا بتعد عشان ما يصورش انهيارات، بكبوا في قلب المي مادة سامة. نعم وضحت الصورة. أستاذ سامر لضيق الوقت، يعني نحن سنتابع طبعا ومستمرين أيضا بمتابعة هذا النضال وكافة الخطوات الاحتجاجية، على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق وطبعا هذا النضال العادل من قبل الصيادين. نشكرك جزيل الشكر أستاذ سامر عوالي، صياد من مدينة حيفا وعضو في منظمة الصيد. إلى ملف آخر وأخير، أقيم احتفال حاشد في مدرسة كسيفي أبو ربيعة الثانوية في منطقة النقب بمناسبة اليوبيل الذهبي للمدرسة بحضور العشرات من القياديين والطلاب الذين تخرجوا من المدرسة. تقرير الزميل ياسر العقبي.
احتفال حاشد أقيم لمناسبة اليوبيل الذهبي 50 لتأسيس مدرسة كسيفة أبو ربيعة الثانوية، وذلك بالتعاون بين لجنة الترشيد للمدرسة وشبكة أورت والمجلس المحلي والمركز الجماهيري، بحضور العشرات من القياديين ورجالات التربية والطلاب الذين تخرجوا من المدرسة منذ سبعينيات القرن الماضي. إنه بحق حقيقي يوم مميز، يوم نتوج فيه 50 عام من العطاء، 50 عام من الدراسة من التعليم، 50 عام لأبناء البدو في النقب يدرسون في مدرسة كسيفة أبو ربيعة الثانوية، المدرسة البدوية الأولى في النقب. وكنت من أوائل المدرسة الثانوية التي أقيمت في سنة 1968، وكنا عددنا ما لا يزيد على 16 طالب، منهم الذكور فقط ليس فيهم الإناث. تناول الخطباء الدورة الريادية للمدرسة الثانوية العربية الأولى في الجنوب، وأشادوا بدورها الثقافي والتربوي في تنشئة آلاف الطلاب من شتى ربوع النقب، وذلك منذ أقيمت كمدرسة ابتدائية في ثلاثينيات القرن الماضي مع 20 طالبا، مرورا بتحولها إلى مدرسة ثانوية واستخريج 16 طالبا عام 73، واليوم سيتخرج منها 180 طالبا وطالبة. أشعر بالفخر والاعتزاز، وأعتبر هذه المدرسة ليست مدرسة فقط، وإنما جامعة خرجت جيل عظيم من الطلاب، فأكثرهم بلغ مدى بعيدة. فرق يختلف مش اليوم، من ناحية الطلاب، من ناحية المنهاج، من ناحية كل النظام، كل الأشياء هذه تختلف. في هذه الفترة اللي خلصنا منها في الفوز صف 12 75 76، يعني أنا ذاكر اليوم كانوا أولاد الصف وحوالي 36 طالب. احنا كنا كان اليوم مهرجان تخريج الفوز 50 عام لبناية المدرسة، وان شاء الله كان المهرجان ناجح جدا. اجوا او اتى من جميع الدولة، من الجليل والمثلث والنقب، شاركونا في فرحة نهاية تخريج الفوز 50. اجواء تاريخية عمت المؤتمر المميز الذي شارك فيه ايضا عدد من قدام المعلمين واوائل الخريجين، حيث دعا في بيانه الختامي أهالي النقب إلى الوحدة والتعاون في الارتقاء بمجتمعنا إلى الأفضل، وأدان حوادث العنف والإجرام المتكررة، مؤكدا أن الحل لهذا الوباء المجتمعي الخطير هو التمسك بالثوابت التعليمية والدينية والأخلاق الإنسانية الحميدة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلى أبرز ما تم تداوله عبر الشبكات الاجتماعية من قبل الرواد. لا تزال الجريمة المروعة والمأساوية التي راحت ضحيتها الشابة جوهر خنيفس من مدينة شفا عمر تتصدر المنصات الاجتماعية، حالة من الاستنكار والغضب والحزن الشديد عبر عنها النشطاء في تداولاتهم. وانتشر فيديو الذي يوثق اللحظات الأولى بعد وصول طواقم الإطفاء الذين عملوا على إخماد النيران في السيارة، ليتضح لاحقاً وجود المرحومة جوهر خنيفس بداخلها، ويتم إقرار وفاتها في المكان. بيانات الشجب والاستنكار ومنشورات التعازي اجتاحت المنصات كافة. بلدية شفا عمر أصدرت بيان استنكار عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، جاء فيه: هذا الخبر الذي وقع كالصاعقة على شفا عمر عامة يأتي ضمن سلسلة العنف والأعمال الإجرامية التي تجتاح المجتمع العربي ككل في البلاد منذ سنوات. إننا نرى في هذا العمل الإجرامي تجاوزاً لكافة الخطوط الحمراء التي تهدد مجتمعنا وتودي به إلى حافة الانهيار، ونحن إذ نقف جنباً إلى جنب مع العائلة الكريمة نطالب كافة المسؤولين من حكومة وشرطة اتخاذ كافة التدابير للكشف عن الجناة ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية. أيضا سرية كشافة شفا عمر المسيحية نشرت بيان تعزية باسم رئيس السرية وطاقم الإدارة وكافة الأعضاء، وتقدمت بأحر التعازي لعائلة الفقيدة بهذا المصاب الجلل.
المرحومة الناشطة جوهرة التي لطالما تحدثت عن العنف المستشري في مجتمعنا العربي اغتيلت بعبوة ناسفة وضعت في سيارتها. وفي الساعات الأخيرة يتم تناقل هذا الفيديو الذي تحدثت فيه جوهرة عن الشعور بانعدام الأمن والأمان الذي يعيشه المواطنون العرب بسبب استفحال الجريمة. هي بتشكل أساساً من عدم الأمان اللي إحنا عايشينه أو عدم المساواة اللي إحنا عايشينها. لما الواحد بيكونش حاسس حاله عايش بأمان صعب عليه يتقدم لأي محل، وبتقدمش لأي محل لما إحنا عايشين بمحل مش آمن، خلينا نقول لمجرد ما إحنا عرب. فعدم الأمان هذا بيعمل نوع من بارانويا، من تخوفات، من ارتياب. دائما الواحد لازم هو يحمي حاله، بما انه احنا ما بنشوف ظهر لنا لا بالدول ولا بغيرها تحمينا. إرهاب وليس مجرد جريمة، هذا ما كتبه وديع أبو نصار على صفحته في فيسبوك، مضيفا مقتل الفتاة جوهرة فرج خنافس هو عمل إرهابي وليس مجرد جريمة. من ألصق قنبلة لسيارة عائلة السيد فرج خنافس نائب رئيس بلدية شفا عمر أراد إرهاب المجتمع كله. أما رغدة هاني عواد فكتبت عبر فيسبوك أيضا: بعرفش كيف ممكن نتطلع بعيون بديعة خنافس بعد اليوم والدة المرحومة جوهرة خنافس. بديعة تقوم من سنوات بمناهضة العنف ضد النساء بجميع أشكاله بضمير وأمانة ومهنية، حاملة رسالة ومبدأ ومسؤولية تجاه كل امرأة وكل فتاة وأهل بلدها جميعا. كيف نتطلع بعيونها؟ الإجرام هالمرة وصل بيتها وطال روح بنتها. السلام لروح جوهرة والله يصبرك بديعة. ومما كتبه أيضا المحامي ساري خوري ابن مدينة شفا عمر في منشوره: ليس بجديد على مجتمعنا عمليات القتل المتتالية، إنما رفع مهنية القتل وعمليات الاستهداف الإجرامية لأعلى مستويات الإجرام المنظم هو سبب لإعادة الحساب لأولوياتنا والرجوع لبحث طرق محاربة الجريمة. البارحة وافت المنية خيرة شاباتنا التي لا دخل لها بهذا الإجرام. أما زياد أبو الهيجة فكتب عبر تويتر الكلمات التالية معبراً عن حزنه وألمه: يتوه الصوت صمتاً وتنطمس الأحرف وتضيع، والدموع تتوارى خجلاً وتنكسر الأهات على جدار الحزن، وما لها بعض الله من جابر، لكن رحمة يا جوهرة تعزينا الحارة أبا فارس والعائلة الكريمة وآل خنافس الكرام. ومساءً أيضاً بدأ تناقل المقاطع المصورة خلال تشييع جثمان الشابة جوهرة فرج خنافس لها الرحمة من مدينة شفا عمر. تقبلني الكعبة الشريفة إماماً نويت، الله أكبر. سمعنا وأطعنا وللحق اتبعنا، نويت صلي على هذه. طوف منان متطاول بالماء والإحسان، الصلاة عباده بالموت وهو الحي الذي لا يموت. آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بروحها الرحمة. وبهذا نكون قد وصلنا لختام بانوراما لهذا اليوم، وهذه تحياتي لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.